الله خير. طيب، في سؤال آخر حول قضية الأخوة في البوسنة. نعم. أنا سمعت بأنكم قلتم لبعض الأخوة الذين أرادوا الذهاب والمساعدة بأنفسهم جاهدوا أنفسكم. أي نعم. فمعنى هذا يعني عدم النصيحة بالذهاب إلى هناك. هو كذلك. طيب، أما ترون أن الناس هناك بحاجة إلى مساعدة؟ كيف لا أرى؟ كيف لا أرى؟ لكن هل تكون المساعدة بزيادة في إهلاك النفوس المؤمنة دون فائدة ترجى؟ وين الإعداد الذي أمرنا به في القرآن الكريم؟ لكن إن كانت هناك فائدة، إن كنت تؤمن بأن هناك فائدة فيجب. طيب. ألو. الله خيرا. ألو. نعم، أنا معك. فهل أنت تؤمن؟ نعم. ما هي الفائدة؟ إن هناك مسلمين ضعفاء. يا أخي لا تحكي لي الواقع، اللي ما هي الفائدة؟ الفائدة معاونتهم، مساعدتهم، نصرتهم. الله يهديك، معاونتهم تحتاج إلى معاونة دول، مش أفراد وأشخاص. المسألة بدها جيوش منظمة مدربة على استعمال السلاح الحديث، بدها دبابات، بدها طيارات، بدها إلى آخره. شو عم تحكي وسائل فردية هذه؟ يعني نحن لو أرسلنا من هنا أو هناك 1000 شخص، هدول راح يروحوا طعما للنار. شو بيعملوا هدول بالنسبة للدبابات والمدمرات؟ سبحان الله، يعني أنا أتعجب من الشباب المسلم كيف لا ينظر في هذه القضايا إلا كما يقول المثل العربي القديم، فلان لا ينظر إلا إلى أبعد من أرنبة أنفه. أنا سألتك في فائدة، قلت لي نعم. شو هي الفائدة؟ أنه هني ضعفاء. كأنك الله يهديك يا أبا صهيب، كأني أنا ما أعرف أنهم ضعفاء وأنهم قلة أشخاصا وسلاحا، بالنسبة للصرب أولا، وبالنسبة للدول المؤيدة لها ثانيا، وبخاصة الأمريكان دون اللي أهلكوا الحرث والناتل. أما تدري هذه الحقائق؟ كيف تقول في فائدة؟ في فائدة لإهلاك المسلمين عبثا. وهي التجربة في أفغانستان، هل تتصور أنه يمكن الجهاد أن تكون قائمته في البوسنة والهرسك بأحسن مما كان في أفغانستان؟ لا. وإيش كانت النتيجة هناك؟ نتيجة أننا حصدنا الحمل وأهلكنا الحرث والنسل بسبب أننا خالفنا الشرع في قضايا كثيرة وكثيرة جدا، من أظهرها كما دلت الخواتم السيئة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. 7 أحزاب يقاتلون حزبا واحدا هو الحزب الشيوعي. حزب شيوعي كافر، 3 أحزاب مسلمة. كيف صار هذا؟ ولذلك نحن لا تنسى، وإن بعدت بك الدار عنا، لا تنسى المبدأ، لا بد من البدء بالتصفية والتربية. وبعدين تذكر قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين في كل البلاد الإسلامية. ولكن مع الأسف ربنا كما قال في القرآن الكريم: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ولذلك نحن إذا أردنا أن ننصر شعبا من الشعوب الإسلامية، قبل كل شيء يجب علينا نحن أن ننصر الإسلام في عقر دارنا، ونحن ما ننصر إسلامنا في عقر دارنا. ولذلك أصابنا البلاء في كل الديار الإسلامية، وهذا نأسف له. ولكن نسأل الله عز وجل أن يعامل أفراد المسلمين بالوعد الصادق
إنا لننصر رسلنا والذين جاهدوا في الحياة الدنيا، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لعلك اكتفيت بهذا المقدار يا أبا صهيب. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك إن شاء الله، ولعلي أسمع صوتك من قريب. إن